بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل إن شاء الله في المحاضرة الرابعة في كورس الروبوت الإنشائي 2019. طيب يا باشمهندسين، وصلنا أمس إن إحنا عرفنا البلاطة، و لما وصلنا إلى مرحلة الرسم أجلنا للمحاضرة اليوم. فقط قبل أن أرسم البلاطة أريد أن أعدل لكم في مسألة الثيكنس في البلاطة في الـ HS27 هذه. ممكن نجي ايش؟ نعمل لها الماتيريال كم؟ اف سي يو 25 ميجا باسكال، اول ماده اللي عرفتها انت التسميه عندك، او لو شخص منكم ما في معه ماده يختار كم؟ سي 25، تمام؟ فانا بختار اف سي يو 25 ميجا باسكال، واعمل اد، بيطلب منك هل تريد تعدل؟ قول لي يس، كروز كروز. طيب ناتي الى الرسم، ناتي الى الرسم. قبل ما نرسم اريد ان انبهكم الى حاجه في غايه الاهميه في بالنسبه للروبوت، وهي الجوين. بعد ترسم الابيام روح للبلاد او اي مكان. جماعه السكشن ده الغم، السكشن ده ما داري، تمام؟ الان احنا في مرحله مهمه جدا في النمذجه، وهي ان الروبوت زي ما قلت لكم يتعامل مع الجوين. بعد ترسم الابيام، بعد ترسم الابيام اعمل اظهار للجوين، اعمل اظهار للجوين، ممكن تكون في البلان افضل، ممكن تكون ايش؟ في البلان اظهر الجوين. لاحظ ما تطبقوا يا جماعه، روح البلان واظهر الجوين. لازم تتاكد انه في جوين واحده فقط، لاحظوا هذا هو الشغل الصح. هنا لازم تتاكد ان في واحده جوين واحد، وين تلقى نقطه العمود مع البيم. احيانا يكون اثنين جوين. هنا في مشكله لو كان معك اثنين جوين، لانه اصلا هو بيم وعمود، لازم يكون ايش؟ جوين واحده. فهذا نوع من انواع التحقق من المودل، لانه ده تصميم يا جماعه، زي ما قلنا لكم تصميم عمليه نقل احمال. لاحظوا منشانا الان، تمام صح؟ مثلا ربما بالخطا البيم هذا الثانوي رسمته من هنا على بعد، على بعد مسافه من البيم هذا، وجيت رسمت حيطلع لك جوين ثنتين، انت تعرف طوال انه ايش؟ ان في ايرور. طبعا هذا الايرور ما يظهر ضمن التشيك، يعني لو رسمت الجسر هذا، لو رسمنا مثلا بيم ار سي بيم، ار سي بيم، وجيت ارسم من هنا لا وي لا هنا مثلا، ده ما يطلع لك البرنامج ايرو، لانه بيقول لك خلاص الجسر ده بقى ايش؟ بقى كنتليفر طبيعي جدا، ويحصمه ويحلله، فهذا ما يطلع لك البرنامج ايرو. هذا تنتبه له بطريقه ايش؟ بطريقه الجوينت هذه. لاحظ جي هنا تشوف في مشكله هنا صح؟ لاحظوا وين الجوينت، ما المفترض تكون هنا، المفترض تكون الجوينت واي هنا، اذا تقوم ايش بتعديل، فتقوم ايش تحذفه وترسمه من جديد. هذا الجوينت يا جماعه مهمه جدا في قضيه التحقق من لحظ، حتى لما ترسم حاجه لازم بعدين تحذف حقتها. فلاحظوا شغلنا الان، تمام، الجوينتات معدوده، تمام. فانتقل مثلا للطابق اللي بعده وشوف ايش الحاصل، ولو كنت معك فوق ممكن تشوف، تمام. هكذا الجوينت علي عينها معاينه، بس تاكد انه في جوينت واحده هنا، وفي جوينت هنا، وفي هنا واحده، لاني خلاص لو في اثنين معنا اليه نقل الاحمال في مشكله في نقل الاحمال، ربما البيم ده ينقل الاحمال ما للعمود، لا مكان اخر. هذا فيما يخص ايش؟ فيما يخص الجوينت قبل عمليه رسم البلاطه، هذا قبل عمليه رسم البلاطه، وبعدين بعد رسم البلاطه ايضا نجي نتاكد، لانه الجوينت دي واحده واحده، مهما ارتسم فيها اي عنصر، لو جبنا بيم هنا وبيم ايضا من هنا وبلاطه، لازم تكون ايش؟ جوينت واحد. هي نقل احمال بتنقلها للعمود بس. طيب ناتي نرسم الى نرسم البلاطه، نخفي الجوينت هذه ونرسم البلاطه. مثلا نرسم البلاطه كنا وين؟ في الدور الثاني، او مثلا بالشكل هذا. يمكنك ارسام ترسم البلاطه في 3 دي او في البلان. يمكن ان ترسم البلاطه في 3 دي او في البلان، حتى العمود ممكن ترسمه في 3 دي او في بلان، والابيام ممكن ترسمها في 3 دي او في البلانات في الروبوت عادي، لكن يفضل انك ترسم دائما وين؟ في البلان. بوريكم ليش. مثلا لو جيت ارسم بلاطه هنا في الايريا هذه بطريقه في 3 دي، بجي هنا بختار بلاطه مثلا على سبيل المثال ريكتنجلر، احيانا ما تقدر توقع النقطه هذه، بتجي هنا ما تقدر توقعها، وتجي هنا ما بتوقعها في النقطة نفسها، فبيحصل انه ايش؟ تكون مرتفعة شوية من النقطة، فبيحصل هنا ايش؟ عدم يعني ما فيش آلية معينة لنقل الأحمال لهذه النقطة من البلاطة،
فيفضل دائما انك ترسمها ايش، ولا يمكنك انك ترسمها ايش من هنا. لاحظوا برسم كذا وكذا، هات طوالي ترسمها طبلات، بس دائما يفضل ايش، يفضل ترسمها في البلان. فنذهب الى بلان الطابق الثاني الذي فيها ايش البلاطات، نذهب الى البلاطه او الطابق الثاني ونختار فلور، نختار فلور، نقوم باختيار ايش، نقوم باختيار البلاطه حقتنا الذي عرفناها الهوردي، تمام. ونختار من هنا قلنا امس ايش، شيل ون وين، شيل ون وين، انتوا معايا ولا لا؟ شيل ون وين. ونختار من جماعه ايش، ريكتنجلر. لاحظوا معك ثلاث خيارات لرسم البلاطه، كنتوار، ريكتنجلر، سيركل، تمام. كنتوار يرسم لك نقطه، النقطه يعني من هنا لا هنا لا هنا، ولازم تختم وين؟ عند اخر نقطه. ريكتنجلر يرسم لك بلاطه بثلاث نقاط، يعني كليك كليك كليك، لازم ثلاث مش اثنتين زي الايتام. هنا ثلاث، النقطه الاولى، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه، ترسم البلاطه بثلاث نقاط. السيركل يرسم لك بلاطه ايش؟ دائريه. يلا معك هنا جيومتري، جيومتري مثلا انا في كنتوار ودائما ارسم بلاطه منحنى، مثلا معك طاير منحنى، تختار هذا الخيار، تمام. بيجي انا نشوفه، يعني هذا مفعل لخيار كنتوار، يعني ترسم دائره ب، ترسم بلاطه بمنحنى. فحاليا حنرسم هذه البلاطات كلها ب ريكتنجلر، ونختار شيل وين واي، نتاكد ان احنا في شيل وين واي و اتش اتش 27، ونبدا بالرسم، نبدا بالرسم. فنرسم، لاحظوا كيف ارسم، من اول حاجه اي، لاحظوا بتلاحظوا الدائره دي كذا، ها لاحظوا لما نجي للسنتر بيظهر ايش جماعه، احيانا يحصل عندك يا دائره يا مثلث، صح؟ يا دائره مثلث، لاحظوا هذه مهمه حق ما انا دائره القضه، النقطه الجوين، لو بيظهر معاك دائره ومثلث بنروح للسناب، بنروح للسناب ونقول الغي لنا جميع انواع السناب ما عدا النود، القط لي بس النود، لانه احيانا هذا النقطه هي انترسكشن بوينت، صح؟ وهي نود، فاحيانا يقول لك هي طبعا حتى لو اشتغلت بانترسكشن بوينت تمام، لكن احيانا ما يكون، يكون معك بيم هنا قريبه مثلا هنا في بالقط ايش؟ الانترسكشن، فانت اختار النود. فمن وين نعمل هذه الحاجه؟ كليك يمين، سناب سيتنج، سناب سيتنج، نختار ايش؟ سناب سيتنج، كل الغي لي ده كامل نن، واختار لي بس فقط ايش؟ النود، النود، انا داير اسم البلاطه بناء على الجوينت الذي ارتسمت عليها الابيام والاعمده، واعمل كروز بس، انا لاحظوا بيلقط فقط ايش؟ النود، الدائره، هتحصلوا عليها دائره، فببدا ارسم يا جماعه، لاحظوا حتى الان امان، حتى لو جيت وانت بعيد كذا اعرف انك لقطت النقطه نفسها. فاختار النقطه هذه، لاحظوا كيف ارسمها، من اليسار لليمين، من اليسار لليمين، ثم النقطة هذه، ثم هي هذه النقطة. ثاني بجي اختار من هذه النقطة لهذه النقطة لهذه النقطة، ارسم كل بلاطة، ممكن ترسم البلاطة كلها، لكن ايش؟ يفضل انك ترسم كل بلاطة لحالها حتى يعني حتى نظهر كيف آلية وزع الأحمال في البلاطة. نختار من هذه النقطة لهذه النقطة، يعني كل بنل لحاله مثلا. وأيضا من هنا تخليها شفافة أو بانل انتريوس، تمام؟ خليها شفافة أو طاهر. طيب باقي معنا ايش؟ السلم، فتحة السلم دي كيف؟ فتحة السلم كيف؟ نخليها فاضية ولا كيف؟ ها؟ فتحة السلم الاوبننج ولا نقفلها ولا ايش نسوي بها؟ انا برسم الان بلاطات ايش؟ القلبتين بتاعت ايش؟ السلم. اول حاجه اجي اشوف السلم حقي هذا كم؟ كم ابعاده؟ من هنا لا هنا، السلم محصور بين هذه النقطه وهذه النقطه. طبعا هو يتحدد من وين؟ من المعماري. اقيس اول شيء الابعاد، اقيس الابعاد من وين؟ من تول، اختار دايمنشن واقيس من هذه النقطه لا هذه النقطة 4 متر، صح؟ وهذه النقطة إلى هذه النقطة، ركزوا معي يا شباب. 2.5. طيب أنا أشتي البسطة الأولى وبعدين
مسافة النايم وبعدين البسط الثاني صح؟ طيب المسافة حق العدد النوايم الذي 9، لو قلنا اني من 28 سنتي تحتاج 2 متر ونص، ضرب 9 درج 2 متر 9 في 28 تعطيك 2 متر ونص. طيب كم باقي معانا من 4؟ 2 ونص من 4 كم باقي؟ 1 ونص. 1 دايرين هنا بسطه هنا لانه حيطلع من هنا، فبقى النص حنعمله هنا لانه حتى هذه جزء من البسطه، هذه الرياضة هي جزء ايضا من البسطه، حتى في المعماري عاملها كذا، يعني هو المعماري عامل لا نص متر من هنا ونص متر الثاني حق البسطه من خلف العامل، يعني كانه مدخل لما يطلع الشخص بيطلع السلم من هنا يبدا بعدين يمشي لا هنا ويلقى بسطه، بعدين يمشي كذا ويرجع ثاني لما يرجع لا هنا بيدخل يدخل جوا البيت طوالي، هنا جزء من البسطه. هنعمل جريدات يا جماعه، هنعمل ايش؟ جريدات، نعمل جريدات. جريدات يا جماعه كان الجريدات المخفيه تجي بس لا استركشر اكسس بعمل بس ابلاي ثاني بيظهر. طيب بعمل جريد بعد الاربعه نص متر وبعمل وهذا البسطه بقسمها لها كم؟ لا متر و25 ومتر و25 تمام، وبجي اعمل بعد السي متر و25 اعمل لي جريدات هنا وهنا، وايضا بضيف جريد قبل الخمسه بمتر، لازم كذا جريدات. انا ارسم براضه مائله فبجي الى الجريدات وبشوف. طيب انا اريد بعد الاربعه نص متر صح؟ بجي الى الاربعه، وين الاربعه؟ الاربعه في واي، الاربعه كم؟ 8 صح؟ بعمل 8 وكم؟ ونص، وعمل اد ابلاي، لاحظوا ضافه ولا لا؟ طيب اريد بعد السي الاثنين ونص كم؟ قسمت اثنين كم؟ واحد. بعد السي بجي لاحظ سي 5، 1 و25 كم؟ 6 و25، 6 25 اد ابلاي، لاحظوا. طيب بضيف ايضا جريد هنا، طيب ده نص متر، نص متر واثنين ونص كم؟ 3. طيب في الواي بجي بعد الفايف، نقول بعد الفايف، بعد الفايف بكم؟ الفايف مترين ونص، 8 ونص، ومترين ونص كم؟ ها؟ 8 ونص، ومترين ونص كم؟ 11. بجي اعمل ايش؟ 11 واعمل اد ابلا، لاحظوا بقى يتشكل معانا السلم صح؟ طيب السلم ده احنا بنسميه الان في الطابق الارضي اللي ارتفاعه كم؟ 4 متر، فلازم نعمل لنا طابق او ليفل في منتصفه تمام؟ لازم نعمل لنا طابق في منتصفه. بقى مثلا اجي 3 دي لاحظوا بضيف الان لاحظ ستوري 1 وستوري 2، السلم حيبدا من هنا، ما هو ده مردوم ردم صح؟ ما في معنا سلم في الارضي، مثلا انا بدأ السلم من الارضي وما فوق. بجي اعمل هنا ليفل